الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد كده يختم الله لنا الكتاب ختاما تاما ولله الحمد منا. تكون التدمرية والحموية قد انتهت مع الوسطية واللامية، ونحن مع كتب شيخ الإسلام تيمية إن شاء الله لا نتركها بحال. وأنا قلت إن شاء الله يوم الاثنين سيكون منهاج السنة، لكن بعد يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من شرح أصول الإيمان. يقول: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، أعوذ بالله من الضلال، ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدي والضلال والرشد والغي، وأولياء الله وأعدائي وأهل الجنة وأهل النار. هؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله يعني لكتب الله جل في علاه ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أن يلتز بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ويشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. هنا الشيخ بيتكلم عن من؟ يتكلم عن الأشاعرة، ويغفر الله لي، ما أدري، أنا عارف وهذه الفرقة التي ستقتلني قريبا أيضا لأنها ما تستطيع أن تتحمل بحمل الأحوال. أنا قلت لكم أنهم كتبوا يعني أن أعدى أعداء الأشاعرة أربعة ذكروا الرأس فيهم ابن تيمية، أربعة أبناء يعني ذكروا ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وابن عبد الغفار في هذا الباب، والله وأنا ما أردت لهم إلا الخير حتى يقفوا وقوفا صحيحا على ما هم فيه من يعني من الانحراف عن الجادة، وهم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة نعترف بذلك. نعم، فهم يغالون في إثبات القدر ويثنون في توحيد الربوبية، ويقفون عند الحقيقة الكونية ويعرضون عن النظر بالعين الشرعية، العين الكونية فقط عندهم، وهم الذين تقدم يعني تسميتهم هم المشركية. فهؤلاء ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الشرع، ويقفون عند الحقيقة الكونية، إقرار بالصانع بأن الله خلق كل شيء، ولم يميزوا ولم يفرقوا بين الأضداد، لا كذب وصدق، لا جهل وعلم، لا طاعة ولا معصية، ما في تمييز، لا عدل ولا ظلم ولا هدى ولا ضلال، الكل سواء عندهم. ليش؟ لأن الكل فعل الله، الكل سواء عندهم. ليه؟ لأن الكل فعل الله. وهذه مشكلة كبيرة جدا. رأونا أن حقيقة التوحيد وكماله عدم التفريق بين الأشياء في ذاتها، فتحقيق التوحيد وشهود كمال الربوبية يكون عندهم بعدم التمييز بين الأشياء، لأنهم يقولون أن نتفانى في النظر إلى فعل الله وحده. وما تفرق الشخص بين الأشياء من الطاعة والمعصية والعدل والظلم والصدق والكذب والنفع والضر والواجب والمحرم والحسن والقبيح وغير ذلك، لم يكن موحدا ولا محققا لشهود كمال التوحيد الربوبية الذي يسمونه إيش؟ الفناء. وقد اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها بل هي سواء. شوفوا الضلال المبين. وأنا ما أخطأت عندما قلت أقسم بالله الأشاعرة أخطر من المعتزلة، أقسم بالله الأشاعرة أخطر بكثير من المعتزلة، لكن الناس أغرار أغمار. ثم يأتي رجل فاضل ويقول الفرق بينها وبين أهل السنة والجماعة خلاف فقهي. هذه دلالة على عدم عمق العلم، حفظ فقط. ويلومونني بعد ذلك عندما أبين ذلك، لكني ما أتكلم عن أشخاص، أنا أبين حالة، وهذه الحالة لابد أن يعني غفر الله لنا وللجميع، لكن ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء. والفرق بين الأشاعرة وغد الصوفية في هذا المقام أن الأشاعرة جعلوا الشرع مفرقا بين الأشياء التي عندهم متساوية في ذاتها، فجعلوا التمييز بين الحسن والصدق والكذب والكذب مرد إلى الشر، وهم فيما بيناها في مسألة التحسين والتقبيح. نعم الله، نعوذ بالله أن نكون كذلك. أما غلاة الصوفية فوقفوا عند الحقيقة الكونية وأعرضوا عن الشرع، فسووا بين الأشياء في ذاتها وفي حكمها، ولم يفرقوا بينها لا في ذاتها ولا من جهة الشرع، ورون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز، فلا فرق عندهم من الصدق والكذب ولا بين الطاعة والمعصية، لا من حيث ذاتها ولا من حيث الشرع حتى، لأنهم لا ينظرون أصالة ولا يعبؤون بالشرع. حقا هؤلاء الذين يقفون عن الحقيقة الكونية وينظرون إلى القدر
فقط ويعرضون الشرع ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها، هم مخالفون لضرورة العقل والحس. هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والذوق والشرع. وهذا طبعا يعني هذا أبطل من الباطل. هذا إبليس لم ينظر هذه النظرة، إبليس لم ينظر هذه النظرة. فكل أحد يفرق بذوقه بين ما يلتز به مما يؤكل ويشرب وما لا يلتز به، ويفرق بحسه بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، ويفرق الناس بعقولهم بين كثير مما ينفعهم وما يضرهم. وهذا التمييز بين ما ينفع وما يضر هو مضمون الشرع، فهو في الحقيقة الشرائع الدينية، كما أن هناك أمورا يعني عارف الفرق بينها من جهات الشرع. ونزول الأشعار على ذلك ليس نزولا ينفعهم، يعني نزول الأشعار على ذلك ليس نزولا ينفعهم بل يضرهم. هم يقولون التحسين والتقبيح موكله محضية الشرع، فكانهم يظهرون للناس أنهم يعظمون الشرع، في حقيقة أمرهم أنهم لا علاقة لهم بالشرع بحال من الأحوال. نظراتهم أيضا تنصب على ذلك، يعني على القدر، يعني العين التي لهم عين القدر فقط هي التي لهم. وهذه المشكلة الكبيرة التي نحتاج فيها إلى إظهارها، وهم طبعا يعارضونها اعتراضا تاما. طيب، هم ظن أن البشر انتهى إلى حد يستوي عنده الأمران، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورات الحس. ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر بها عن الاصطلاب والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. أيضا هذه تكملة وتتم لما قاله الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة أن التمييز بين الأشياء يعني من نفاها مطلقا هذا لا ليس بعاقل، من نفاها مطلقا ليس بعاقل، لأنه يخالف الحقيقة ويخالف ضرورة الحس والذوق. وهو عند الصوفية عندهم هذه الهوس الثلاثي، يعني الصوفية عندهم هذا الهوس الثلاثي، الاستلام والفناء والسكر. المعنى هذه الألفاظ الثلاثة تصل بالإنسان إلى عدم التمييز، يعني أنه يذهب ويصل إلى عدم التمييز، يصل إلى عدم التمييز. وهو ابن تيمية أراد أن يبين أن قد يعتري الإنسان ما يعتريه في بعض الأحيان في هذا الباب، أنه يعني يغفل، أنه يسهو، أنه يذهب في حالة قد لا يميز، وعلى ذلك يأتيه التمييز. يعني إن كان نائما فهو لا يميز، هو أصالة مقبوض الروح، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها على الموت ويرسل الأخرى. وحتى النائم لا يسقط إحساسه بالكلية، الإحساس بالكلية لا يكون إلا مع الموت. ففي حقيقة الأمر على ما قالوا في مسألة الفناء والسكر والاستلام، كل ما فيها هو أنه يعني يلتغي الإحساس بعض الأحيان بعض الوقت، فيكون فيها ضعف التمييز. أما ديمومة الأمر في هذا الباب على ما زعموه من الفناء، الهوى هو المتحكم في ذلك. لذلك يعني هؤلاء القوم يصلون إلى الكفر بأسرع ما يكون. أنت رأيت كيف يكون الإسراع إلى الكفر من كأمثال أبي بكر بن العربي، كأمثال هذا اسمه التجاني، هذا التلمساني، نعم، الحلاج. والحلاج ترى كيف يسرعون إلى الكفر وإلى ادعاء الربوبية. ما فيش تمييز عندهم، لا تمييز. أعظم الأمر في الفناء أو في الفناء هو عدم التمييز بين الرب والعبد. وقالها متبجحا بوقاحة ابن العرب النكرة، هذا قال: ليت شعري
لا أدري من الرب من العبد، الحمد لله أنه لا يدري، لأنه سيكون مع الشيطان يدري في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم أن يعصمنا من هذا الكفر. وكان الحلاج يقول سبحاني سبحاني، وكان يقول ما في الجبة إلا الله. لذلك قال ابن تيمية من نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في حقيقة القانونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمر الله حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. معنى ذلك أنا من عظم يعني مقام نفي التمييز فغلطه يكون في القدر، في القدر وفي الشرع، غلط يكون في القدر وفي الشرع لأنه ليس موجودا حقا. أما في الشرع فالشرع جاء يميز بين الأشياء ولا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال، وهذه دلالة على عدم العقل. وغلط من ناحية القدر ظن أن عدم التمييز مطلقا يمكن أن يوجد مع الحياة، وهذا باطل، لأن الحياة لابد فيها من التمييز. ولذلك هم يتخيلون شيئا غير موجود، فهم في تيه وسكر وتخبط، ثم مع ذلك نهاية أمرهم إلى كفر مبين. اللهم احفظنا احفظنا جميعا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.